تواجه محاولات إقرار قانون الأحوال الشخصية في العراق وفي الموصل بشكل خاص رفضا واسعا من قبل العديد من الشرائح المجتمعية. تحول رفض القانون من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع من خلال إقامة العديد من الندوات التي تندد بهذا القانون، لتتحول بعدها إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية. اليوم في محافظة نينوى وقفة استنكارية ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي المزمع قراءته في أروقة مجلس النواب. هذا القانون المجحف بحق الأم والطفل في العراق، في حين أنه دول العالم ترفع من شأن المرأة، القانون العراقي في مجلس النواب يعمل على إهانة المرأة و هدم الأسرة والطفل وسلب حقوق المرأة في جميع النواحي. ما نطلب من الدولة أنه تنصف المرأة والطفولة وتنصف الرجل أيضا، لأن هذا القرار للعلم يعني هذا القرار راح يظلم حتى الرجل. المرأة والطفلة والرجل، شنو المرأة ما إلش نفقة وما إلها، والأطفال ما يجون يمها والنفقة ما إلها، حياتها المرأة خلاص بعد ما يتزوجن. هاي الحالة بعد البنت ما تريد تتزوج، ما لها أي حقوق، تبقى ببيتها لا أحسن، راح تكثر العنوسة عندنا. هنا نظمت نسوة في الموصل وقفة احتجاجية ضد قانون الأحوال الشخصية لرفض تعديل القانون الحالي الذي ينظم حياة المرأة والأسرة، مؤكدات أن المضي بالتعديل هو انتهاك لحقوقهن. الوقفة اليوم هي موقف تسجله نساء نينوى ونساء الموصل ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا التعديل اللي يضرب كرامة المرأة العراقية ويسحب منها كثير من الحقوق اللي احنا صار لنا سنين مكتسبيها ونفتخر انه احنا كعراقيات استحصلناها. يعني هذا الزواج راح يخلق لي مشكلات عديدة، منها كثرة حالات الطلاق، منها سلب حقوق هذول الفتيات الصغيرات اللي ما يعرفون شيء بحقوقهم، وايضا ما يعرفون شلون راح يثبتون حقهم بعقود خارج المحكمة. بهذه الوقفات الاحتجاجية تسجل النساء في الموصل موقفهن الرافض بالمساس بحقوقهن الأساسية وسط مطالبات بإلغاء التعديلات المقترحة وحماية حقوقهن. عماد علي والنيوز الموصل.